ودك تزرع نباتاتك الاستوائية، تابع أخضر وراح تحصد نباتات. أغلبنا يعاني من كمية الماي اللي أضيفها للنبات، وأغلبنا يعاني من تساقط الأوراق والثمار. راح نتعلم شلون تخلص من هذه الأمور بكلينك. نقدر نستفيد من جميع أجزاء النبات، واليوم راح نستخدم جزء جداً مهم ونطلع منه ماي. لكن شنو هالماي وشلون نستخدمه؟ برنامج نبات في الأوقات التالية.